نروح للخبر اللي بعد كده. عندنا الكره الطائره، المنتخبات خلاص ماشيه، منتخبات الطائره راحت تلعب في رواندا. رواندا عندهم صاله حلوه قوي بصراحه، يعني منتخبنا الوطني خماسي الاهلاوي طبعا في قائمه منتخبنا الوطني للكره الطائره وصل العاصمه الروانديه كيجالي عشان يشارك بطوله افريقيا وتتلعب في الفتره من 7 ل 16 سبتمبر. النهارده بطوله افريقيا بتخلص في رواندا، بعد بكره بطوله الكره الطائره هتبتدي. المنتخب بيضم في صفوفه 5 لاعبين من النادي الاهلي: احمد سعيد، عبد الحليم عيب، فهيم عبو، عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان، محمد سعودي. منتخبنا عمل مسح الحمد لله وجت سلبيه، والفرقه بتتدرب دلوقتي هناك، وتمرينه بكره هتكون الساعه 3 العصر اكيد على الملعب اللي شفتوه من شويه بتاع بطوله افريقيا، والقرعه هتتعمل بكره برضو عشان افتتاح البطوله هيكون يوم الثلاثاء الجاي. كل التوفيق في ظل غياب كبير، في غيابات كثيره جدا جدا في المنتخب، على راسهم طبعا احمد صلاح وعبد الله عبد السلام وحسن يوسف، وتقريبا لاعب النادي الزمالك اللي احترف بره هيكل برضو. كل اللاعبين دول للاسف هيغيبوا عن منتخب مصر. منتخب مصر عنده 8 القاب اخرهم سنه 2015، والمنافس تونس عندها 10 القاب. كل توفيق لمنتخب مصر.